طب لو سمحتي ممكن تنادي لي صاحبة الكلب؟ حاضر. هو في ايه يا حضرتك بالظبط؟ هو معنى ان حضرتك طلعت في كام برنامج وجورنال ده يديك الحق انك تتطفل على الناس؟ ممكن اعرف انت بتعمل ايه في جنينتي؟ انا اسف يعني، بس انا ما دخلتش هنا لوحدي، دي الانسه هي اللي انسه تشروق. انا اللي قلت له يتفضل عندنا. وده على اساس ايه؟ على اساس نجوز الكلبه بتاعته لسي اوسكار ونفرح كلنا. انا اسف، واضح اني ازعجتك، بعد اذنك استنى لو سمحت. انا اسفه لو كنت اتعصبت عليك، بس بصراحه استغربت من وجودك جوه الفيلا. لا عندك حق طبعا، اكيد ما تعرفيش انا هنا ليه. عموما انا موضوع جواز اوسكار ده اجلته شويه، واول ما اقرر ان انا اعمل القصه دي اكيد هبلغك. واسفه مره تانية على طريقتي معاك. ولا يهمك، حصل خير. هو انت بتبص لي كده ليه؟ عايز تقولي حاجه؟ عارفه لما تشوفي حد ويبقى في دماغك مليون سؤال عايزه تساليه؟ لا مش عارفه، ويستحسن انت ما تسالنيش اي حاجه لان انا مش مضطره اجاوبك. طب هو سؤال واحد بس، انت حابه تعرفيني ولا عايزه تكملي كده؟ بص يا استاذ، هو انا حاجه كده ما اعرفش اسمها ايه، تقدر تقول عليها رخمه، انطوائيه، دمي تقيل، اي حاجه. المهم انا مش عايزه اتعامل مع حد، عايزه افضل عايشه لوحدي. الموضوع مش شخصي يعني. بس احنا جيران يعني، ممكن اصبح عليكي اقولك صباح الخير تصبحي على خير كده يعني، لو مش هزعجك. عموما لو جت على صباح الخير ومساء الخير مفيش مشكله، بس صدقني مش هيبقى اكتر من كده. اسف مره تانيه على ازعاجك، بعد اذنك. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. على فكرة دي تالت مرة تقولي مساء الخير. تصبح على خير. شكرا يا ساتر. العفو بي على ايه؟ انا عناي ليك. هو حضرتك مسافر ولا ايه يا دكتور؟ سفريه مفاجاه يومين كده وراجع. بقول لك ايه، ما شفتش شروق هانم النهارده الصبح؟ لا والله يا بيه، متهيألي لسه نايمين. وما ظهرتش امبارح بالليل؟ ما انت عارف يا عز بيه، يعني انا الشفت بتاعي الصبح. صحيح. طيب شكرا يا خضر. مع سلامه الله يا دكتور، هتروح وترجع بالسلامه.
على فين رايحه يا ست شروق؟ ساقع عليكي النبي بقى ما تطلعي في الهوا تاني، ده احنا ما صدقنا حرارتك نزلت. مخنوقه وعايزه اشم شويه هوا. أمينة أمينة. اه يا ست شروق. خير؟ بقول لك ايه، مش ملاحظة ان دكتور عز جارنا ما ظهرش من امبارح؟ تصدقي عندك حق يا ست شروق، مش سامعين له لا حس ولا خبر، يمكن يكون بايت بره ولا حاجة، ولا اسألك رمضان. ايه العبط ده؟ اسأليه بتاع ايه؟ انا كنت بقول يعني انه ممكن يكون مشي من الفيلا وارتاحنا منها، فكنت بفكر يعني اني أأجرها أو حتى أشتريها، مش عايزة حد يجي يقعد جنبي ويزعجني. ماشي يا ست شروق على راحتك. طب بقول لك إيه؟ خير؟ اسأليه. أهو برضو علشان يعني لو اتأكدنا إنه مشي ألحق أشوف موضوع الفيلا ده. حاضر يا ست شروق، ما تقلقيش، سيبي لي أنا الموضوع ده، محدش هيفهم أي حاجة، هسأله بطريقتي. أنتِ مالك مبتسمة كده ليه وأنتِ بتتكلمي؟ خلاص ما تسأليهوش. طب سيبيني والله هسأله، هكشف في وشه وأكشر له. بس نشوف، يمكن الموضوع ده بجد مشي وحضرتك تشتري الفيلا زي ما بتقولي. اسأله. كل اللي قاله لك ان هو سافر، ما قالكيش سافر فين، راجع امتى، ايه المتخلف ده يا ست شروق؟ وهو ايش عرفه هو كمان؟ كل اللي قاله له خضر وهو بيسلمه ان دكتور عز سافر. تحبي لما يجي خضر الصبح اساله لك؟ لا 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 طبعا، ما هو مش منظر برضه. ولا اقول لك اساليه؟ ما اعرفش بقى، انا عن نفسي مش فارق معايا. على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا خالد. طب خد المفاتيح ودخل الشنطة. حاضر. خير. انت كنت فين؟
جالي ميعاد في اسكندريه مفاجئ كده مع المحافظ فاضطريت اسافر. بس بصراحه انا مش مصدق انك قاعده معايا دلوقتي. اعيد الجمله دي مره كمان وهتلاقي نفسك قاعد لوحدك. انا لسه بسال نفسي انا بعمل ايه هنا. لا 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 خلاص ابوس ايدي انا ما صدق. يا سلام الدرجه دي عشان ايه كل ده؟ بصي انا قابلت ناس كتير جدا فوق ما عليك تتخيلي، بس انت اغرب واحده انا قابلتها في حياتي. دايما مش متوقع رد فعلك يبقى شكله عامل ازاي. كل ده عشان قلت لك تعالى ننزل. وهي دي حاجه كنت ممكن اتوقعها منك برضو، منك انت تحديدا. هو انت فكرك يعني ان انت لوحدك كنت عايز تتعرف عليا وانا مش عايزه؟ اه طب انا زيك بالظبط مصره برضو تفاجئيني. اول ما شفتك حسيت باحساس غريب قوي وحاولت ان انا ابعد، خاصه لما عرفت انت مين. فاكر اليوم اللي كنت بتبص عليا فيه وانا بلعب اوسكار لما بعتلك خضر؟ اه فاكر. اهو اليوم ده بالذات انا كنت قاعده بفكر فيك، بسال نفسي طول الوقت يا ترى انت مين وبتعمل ايه هنا وليه انت كمان عايش لوحدك. واول ما لقيتك بتبص عليا توترت قوي وخفت. مش متصدق الكلام اللي بسمعه ده. طب لو ده احساسك من ناحيتي فعلا ليه خفتي؟ ليه كنت بتبعدي عني؟ علشان ما تسالنيش اسئله زي اللي بتسالها لي دلوقتي. بصي يا شروق، انت كنت حاجه غامضه قوي بالنسبه لي، ودي حاجه انا كنت قادر اتعامل معاها، بس قبل ما يبقى في بينا صباح الخير ولا صباح النور. انما اللي انت بتقوليه دلوقتي ده صعب جدا. عايزه، انا مش عايزه اندم ان انا سمحت لنفسي اني اقرب منك. من فضلك ما تسالنيش اي حاجه، وانا لو عايزه اقول لك اي حاجه انا هقولها لك لوحدي. وبعدين هو انت مش بتؤمن بالحريه والخصوصيه والكلام الكبير اللي بتقوله ده، ولا ده بقى راديو تلفزيون؟ لا طبعا مؤمن بيه، مؤمن بيه جدا كمان. بس انا بني ادم سقف طموحاتي ما بشوفوش، وزي ما عندي طموحات في حياتي العمليه عندي احلام برضو في حياتي الشخصيه. انا ما بقتش صغير. قصدك تقول ان انا ليه علاقه باحلامك دي؟ اه طبعا. طب بص بقى، مش عارفه اقول لك ايه، بس انت ما ينفعش تفكر فيا بالطريقه دي خالص. انا اقصى حاجه ممكن اكون صديقه ليك تحكي لها تاخد رايها، مش اكتر من كده يا عز. انا لا ينفع اخش في علاقه ولا اتجوز ولا حتى بحلم ان انا اخلف. بس اللي انت بتقوليه ده مش طبيعي، انت ليه بتفكري كده؟ لو سمحت يا عز ما تسالنيش. لا هسال. واحده زيك وفي سنك ليه ما تبقاش متجوزه؟ انا فهمت ان انت كنت متجوزه قبل كده، معرفش اذا كنت انا فهمت صح ولا غلط. عايزه لو سمحت انا عايزه اروح.